بيقولوا دايما الاردني كشر، دايما بيسالوني على هالموضوع لما اجي على الاردن. حلقه اليوم يمكن اكبر دليل على العكس صحيح. قد ايه بتشوفي انه الاردني عن جد نجح باضحاك الناس؟ يعني اول شيء احنا ما بعرف ليش هذا الانطباع ماخوذ عنا كاردنيين. احنا مش اكثر شعب بالعالم بضحك، يمكن ما بعرف اذا بتوافقون الراي، ولكن احنا شعب يعني قادرين جدا على جلد انفسنا. يعني ما بعرف المتابعين دائما مواقع التواصل الاجتماعي، اي قضيه بتصير، اي مشكله، اي ظاهره، احنا كاردنيين نجلد انفسنا بانفسنا بطريقه فكاهيه جدا. هذا ان دل على شيء يدل بانه احنا حس الفكاهه والدعابه موجود عنا اصلا، ولكن يمكن بسبب ظروف الحياه، بسبب يمكن طبيعه حتى البلد احنا عايشين فيها تفرض علينا انه احنا ما نكون دائما وابدا يعني الابتسامه مرسومه على وجوهنا. ولكن صراحه انا من لما دخلت هذا المجال اكتشفت بانه هذا البلد هو خزان للمواهب الكوميديه الشابه اللي عندها القدره على الضحك وعلى الاضحاك. فبالتالي من خلال القنوات الكوميديه اللي عم نشوفها اردنيا، عم بحكي انا محليا، لا هذا هذه القنوات اثبتت لنا بانه احنا شعب بنحب الكوميديا وعكس التوقع العام، ونجحنا فيها الحمد لله.